حلقتنا بتتابع وبيسعدنا يستقبل السيدة ندى سالم أبي سمرة، هالمؤسسة الرائدة اللي اشتغلت عليها هي المؤسسة الدولية لتمكين المرأة. طبعا مشاريع كثيرة وعديدة ونطاقها واسع، نطاقها دولي. هيدي المؤسسة الدولية لتمكين المرأة بلشناها السنة الماضية. نحن هون نحن تنساعد المرأة، منساعدها بكل شيء، منساعدها، منحط إيدينا بإيديها شو محتاجت، منمكنها على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني بغض النظر عن جنسيتها وعن دينها وعن انتمائها السياسي، حتى نساعد النساء يوصلوا لمراكز عالية، نساعدهم وندربهم مراكز عالية بالدولة، مراكز عالية بالقطاع العام، أما بالقطاع الخاص بتعرف المرأة نص المجتمع أكيد. وهيدا فريق عملنا، عنا تشابترز بكل أنحاء العالم، عنا 7 مشاريع. أول واحد تمكين المرأة سياسيا تتكون قائدة، تاني واحد تمكينها شخصيا ومهنياً من خلال ورشة عمل على الإنترنت ويبينارز، ثالث واحد تمكينها اقتصادياً، بعدين تمكينها مهنياً بقلب الشركات، وتمكينها تربوياً، وعنا كمان سيستم منتورينج، وعنا سيستم ريفورلز، منبعتهم إذا ما فينا نساعدهم لشركائنا، منبعتهم للNGOs للخبراء، وإخر شيء عنا جوب بنك. من ناحية التمكين السياسي، منساعد النساء ومنحضرهم حتى يصفوا قادة بمجتمعاتهم. منساعدهم بالكاباسيتي بيلدينج، بناء القدرات، منهم ليدرشيب، كوميونيكيشن، بابليك سبيكينج، منساعدهم بالمنتورينج مثل ما قلت قبل، الإرشاد، منساعدهم بالتوعية، ومنساعدهم باللوبينج والأدفوكاسي أكتيفيتيز، أنشطة واستراتيجيات لكسب التأييد والمناصرة. هلأ أكتر شيء عم نشتغل لتمكين المرأة شخصياً ومهنياً، نعمل ويبينارز ورشات عمل على الإنترنت، وهيدا أول واحد قدمناه ب5 كانون الأول الماضي. وهون مبينين السبونسرز تبع أول ويبينار، ومنشكرهم كتير، ومنشكر شركائنا، ونحن منحب نتعاون مع كل مؤسسة بتطمح لتمكين المرأة. ومنشكر كمان كل أعضاء الويبينار ستيرينج كوميتي يلي من عدة بلدان بالعالم، وكتير ساعدونا بنشر الخبر عن الويبينار. Hi, my name is Suzanne Yemidi, and I'd like to take this opportunity to encourage all of you to sign up for the free webinars on women's empowerment being organized by the International Foundation for Women's Empowerment. It is a good opportunity for us to learn new skills and leadership skills that would enhance our lives. Do join us. أول ويبينار عطته فيكتوريا باتسون يلي هي المؤسسة والمديرة التنفيذية لبرنامج المرأة والسياسة العامة بجامعة هارفارد. It's wonderful to be here with you and with all of our participants from around the globe. It's a pleasure to meet each of you. I'm looking forward to our conversations and discussion today, and very much wanted to both thank all of the partners, but particularly the International Foundation for Women's Empowerment for the work they do, helping to empower and connect with women and men throughout the globe on behalf of gender equity. كان كتير ناجح الويبينار، سجلوا حوالي 922 شخص من كل أنحاء العالم. أخذ رهجة، بدنا نرجع نعطي مع سبتايتلز بالعربي. هذا الويبينار بيتوجه لكل مرأة بتطمح لمستقبل أفضل. بدنا نعطيه ب 29 شباط الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت والأردن. Join us and be empowered is the most wonderful, amazing, inspiring, overwhelming and beautiful experience that I've had as a woman and as an entrepreneur. You will learn how to be your best self and at the same time to prepare yourself for the future that you want. So join the webinar and empowering yourself. الويبينار الثاني اللي بدنا نعمله هو مع ماركس نوبل، بده يحكي عن the Nobel values، القيم تبع عائلة نوبل. وبعدين رح نعطي ويبينارز ورشة عمل على الإنترنت عن القيادة، عن الذكاء العاطفي، تفاوض،
التواصل، الخطابة العامة، إدارة الوقت وغيرهم. الناس كيف فيها تشترك معكم؟ هن اذا بفوتوا على الويب سايت foundationforwomen.net they click on join our cause بيعبوا هيك كلمتين بتوصل لعنا. نحن وقت اللي بيجي بدنا نعمل ويبينار بنبعث لهم ايميل انضموا لقضيتنا، مكنوا حالكم، وصلوا للأعلى.